يرفع الاتحاد تروح لصالح الصالح يرفعها ويتسلل يمشي ماجد يمشي ماجد ويلعبها ويشاط واللعب وهدف هدف التعادل هدف التعادل للنصر يتسجل في الدقيقة 33 من الشوط الثاني من هذه المباراة ولعيبة الاتحاد أيضا يحتجون على الحكم لاحظ الكرة هذه ماجد استقبلها على صدره ولعبها وارتدت من حامد لعبها وانشاتت من درويش وضعيفة وكملت أخيرا من ماجد